العهد يعني انا بحب اقول الكلام ده، انا شايف ان ده دوري. العهد كان في محطه النهار رقم واحد في الاعلانات، اذا هو بتدعمي ايراد زي ما بيقولوا. محطه النهار مع نهايه الاسبوع الاول من سوري، مع نهايه الاسبوع مع بدايه نهايه الاسبوع الاخير في رمضان. انت مش عاجبك الافلام دي روح الثانيه، الناس بتشتم دي وما تروحش دي، فيبقى الفنان ده مش قادر يفتح عينه قدام المنتج ويقول له اعمل لي فيلم تاني. ما بيقدرش، محدش ورا ظهره حميد، ما عندوش يقول له لا ما انا ناجح ما انا الناس معايا اهي. ما بيقدرش، ما بيفتحش عينه وبيتجرأ التاني عليه يقول لك يا عم احنا فاضيين لداود ولا يوسف مثلا، خلينا نعمل. هو بيتجرأ عليه لان انت واقف مع ده مش واقف مع ده. في فصل تاني ان شاء الله، بس مش السنه الجايه، لسه ما تحددش امتى، ولسه انا حتى ما بداتش الكتابه فيه. صعوبات اللي هو كان عمل بيتصور كله اغلبه خارجي، والسنه فاتت كان ما بين الشتاء قارس وصيف حار جدا، واحنا صورنا من اول الشتاء لغايه بالنص الصيف، فكان هي دي صعوبات يعني، لكن ما كانش فيه صعوبات تانية. ما فيش عمل في الاعمال الثلاثه وانا عم ابتديت اكتبه وانا ناوي ان يبقى لي يعني استكمال غير العهد. لا نيران صديقه كنت ناوي استكمله، ولا العهد كان، ولا سوري ولا سبع وصايا كنت ناوي استكمله. فاي كتابه ليهم سواء نيران صديقه، لان طلب مني جزء تاني نيران صديقه برضه، ده اسمه استثمار نجاح وانا ضده تماما يعني. الجميل من اداره المهرجان او المعرض انهم يقرروا اقامه فعاليات كمان مرتبطه بالسينما وبالدراما على هامشه، من ضمنها الندوه اللي كنت بادرها النهارده واللي هي عن مسلسل العهد الكلام المباح. واظن انه من الضروري اذا كان المعرض هو حدث ثقافي انه يطرح كل اوجه الثقافه اللي بالتاكيد من ضمنها السينما. انا مخرج برضو، بعمل افلام برضو كده، فعايز اركز في افلامي. فعندي فيلم بغض النظر عن ده، عندي فيلم علي معزه وابراهيم مع ممثل اسمه علي صبحي اول مره، فيلم حلو جدا، اخراج شريف البنداري، مخرج منتظر وانتاج محمد حفظي، وفي فيلم مولانا اخراج مجدي احمد علي ابويا وبطوله عمرو سعد. انا مخرج، بعتبر نفسي مخرج مستقل، بحاول اعمل افلام بديله فنيه ما تبقاش في النطاق الافلام التجاريه. فهنشوف ده هينتج ايه في اول فيلم ليا قريب ان شاء الله، اسمه لا احد هناك.